العطر الغالي اشتريتهم، لا طمر فيهم جميلة ولا نلت غير خيانتهم وعجبس، ومع شاعرنا الجميل أحمد السنتبات. الشعر الجميل ده أول واحد شافني في الأدباء وقال لي لازم تروح للزرجانين. في أول الطريق أيام تسيب إيدي في أول الطريق. أيوه أحسن بعدين يا أمي ابنك يصبح غريب بدري عليك دايما لو يوم حسيت بضيق يا حنينة في مشاعرك واوفر مني صديع ربي يطول في عمرك بقول لي كده. الله أمي اللي معجونة في صمار لون العسل مع إنها فقدت ثلاثة من الولاد أسامة ومحمد وعيد كانت عند رب بتحتسب ونغني دايما في الصباح وننو جات على حجرها بالغمازات حكلها وكلها وديني يا دليل وديني للنبي واشوفه بعيني والنبي يا معدى وفات على منى وجبال عرفات فيرد ابويا كلها انا جيت ازورك يا نبي واقول مداد شهدت نورك يا نبي زاد المداد مداد يا نبي يا نبي يا نبي مداد مداد يا نبي يا نبي يا نبي مداد. كان الكلام بيهزني ويشدني 2009 منتهى انا زرت سيدنا المصطفى فعرفت ليه يا محي صلى عليه امه ما حستش بوحم ولا تعب يوم مولده حست بيخرج منها امور كتير وصل المدينه فنورت عرفت ليه يا محي صلى عليه. يوم هجرته ساوي الامام في فرشته لاجل الامانه يضطهد وابو بكر كان ماسك ايديه هالوا التراب على وجههم ما حد منهم يلمحوا عرفت ليه يا محي صلى عليه. والشاه امامه بترتعش امد ايده لدرعها سال منها اطيب حليب يشبه لوجه المصطفى عرفت ليه يا موحد صلوا عليه. ودي شاه مالوها بالسموم ام لما ريقه مسها رجعت لها تاني حياه باذن الاله بلاش تاكلني يا نبي ده السم سارف جبتتي عرفت ليه يا موحد صلوا عليه. والناقه راحت تشتكي من اللي ضربها بالعصا راح النبي يعتب عليه عرفت ليه يا موحد صلوا عليه. والميه فوق ظهر الهريم تكفيه فقط وبلاقي نادي للصلاه الميه سالت من ايديه الكرد اللي اتمضى وشرب عرفت ليه؟ يا واحد صلى عليه. خديجه كانت بتقول لنا قران بيمشي في ارضنا عرفت ليه؟ يا واحد صلى عليه. سيدنا المسيح كان قال لنا سياتكم من بعد نبي امنوا به عرفت ليه؟ يا واحد صلى عليه. يا واحد صلى عليه.